الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأين كنا قبل 100 عام برؤسائنا وملوكنا وزعمائنا وقياداتنا ومفكرينا؟ وأين سنكون بعد 100 عام كذلك؟ كل هذا الجيل كان في عالم الغيب وسينتقل إلى عالم الغيب، ومهلته على الأرض مدة 100 عام تقريبا، فهو مسافر، وأنا وأنت من هؤلاء المسافرين. فلماذا جئنا إلى الدنيا؟ ولماذا خلقنا؟ ومن الذي خلقنا؟ وماذا يريد منا؟ ولماذا نموت؟ وما الذي ينتظرنا بعد موتنا؟ أسئلة تتعلق بالوجود الإنساني. ولكي لا نبقى في تيه وتخبط وجهالة، علمنا الله الأجوبة على هذه الأسئلة. علمنا الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فجعل لنا أدوات للعلم من سمع وبصر وفؤاد، وجعل لنا مصادر لهذا العلم من هذا الكون والمخلوقات، وجعل لنا أيضا رسلا أرسلهم إلينا وأعطاهم البينات والمعجزات، وقدم الأدلة المشاهدة التي تكفي لتحقيق اليقين والإيمان. ولماذا أرسل هؤلاء الرسل؟ وما هي معجزاتهم وبيناتهم؟ وما هي الشبهات التي واجههم بها الكفار قديما وحديثا؟ واليوم الآخر، ما هي أدلته؟ وما هي حججه وبراهينه؟ وما هي حقيقة النعيم الذي فيه؟ وحقيقة العقاب؟ كل هذا سوف نعرض له بإذن الله في هذه الحلقات التي نقدمها عن براهين الإيمان ومعجزاته. هذا الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الأعمال، فقد أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير أن 3 كانوا يتجادلون حول أفضل الأعمال حتى ارتفعت أصواتهم، فمنهم من قال في حديثه ما يدل على أن أفضل الأعمال عنده هو سقاية الحاج، فقال الآخر لا، بل الأفضل عمارة المسجد الحرام، قال الثالث لا، بل الجهاد في سبيل الله. فنهرهم عمر وقال لهم سلوا رسول الله، سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الجواب: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، فأفضل الأعمال في القرآن الإيمان بالله جل وعلا كما دلت الآية. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. فلماذا كان الإيمان هو أفضل الأعمال؟ إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى، وبدون هذا الارتباط يبقى هذا الإنسان متخبطا كصاروخ انطلق في الفضاء وأخذ يتسكع حتى فقد الاتصال بقاعدة انطلاقه. ما مصير ذلك الصاروخ؟ إن مصير هذا الإنسان الذي فقد صلته بربه أخطر وأعظم، إنه في النهاية سيهوي إلى نار وقودها الناس والحجارة. وهذا الإيمان هو أساس قبول الأعمال عند الله، فإن أعمال الكافرين لا قبول لها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإيمان هو السبب الحقيقي في إصلاح الناس اليوم، وفي إصلاح المؤمنين والمسلمين، إصلاح أخلاقهم وإصلاح سلوكهم. كيف ذلك؟ إذا قلت لشخص: لا تقتل، لا تسرق، لا تنهب، لا تظلم، لا تزني، لا تفجر، لا تكذب، سيطيعك
إذا كان يخاف العقاب، أو إذا كان يطمع في ثواب. ليس هناك خطر أعظم من النار، وليس هناك مصلحة أعظم من الجنة، لكنه لا يمكن أن يندفع فيفعل كل الصالحات ويجتنب كل المحرمات ويقاوم أهواء نفسه إلا إذا كان موقنا بأن الجنة حق وأن النار حق وأن وعد الله حق. لذلك إذا قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. ولقد بيّن الله لنا بمثال هذه الحقيقة، فضرب مثلا لكلمة التوحيد، كلمة الإيمان لا إله إلا الله، ضربها لها مثلا بشجرة. هذه الشجرة تثمر وتؤتي ثمارها في كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى، وهذه الشجرة هي تلك الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وثمارها الأعمال الصالحة واجتناب الذنوب والمعاصي والفجور والمفاسد. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الصراع الذي نشتكي منه ما سببه؟ سببه أن الناس لا يعرفون إلا هذه الدنيا، ولا يعرفون من هذه الدنيا إلا لذاتهم وشهواتهم ومصالحهم. أنت تريد هذه المدينة تكون لك، وأنا أريدها لي، والثالث يريدها له. لو قيل لشخص ملكناك نصف الأرض هل يقنع؟ لا يقنع، إنه يريد النصف الثاني، وإلا فلتكن الحرب. السبب هذه الأطماع الواسعة في قلوب الناس التي لا تقنع ولا تشبع. فكيف تعالج؟ علاجها أن تعرف أن الله قد أعد للمؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أقل شخص فيها يملك مثل هذه الأرض 10 مرات، لهم فيها الخلود الأبدي، وعندئذ يعلم أنه لن يفوز بتلك الجنة ولن ينجو من النار وعقابها إلا باستقامته على العمل الصالح، إلا بالإيثار، إلا بالتواضع، إلا بالمحبة، إلا بالعدل، إلا بالأخوة، فعندئذ تستقيم الحياة. أرأيتم لو أن شركة من الشركات نجحت في صناعة جهاز يوضع في الجيب هنا، وهذا الجهاز يدفع صاحبه إلى فعل كل خير ويمنع صاحبه من فعل كل شر، هل سيبقى شر بعد ذلك إذا وزع هذا الجهاز للناس جميعا للكبار والصغار؟ كل الناس يندفعون. إن هذا الذي نتكلم عنه، هذا الجهاز، إنه التقوى، إنه خوف الله الذي يكون ثمرة للإيمان ونتيجة للإيمان. إن الإيمان ليس قضية فلسفية، بل هو قضية علمية حقيقية تتطبق في واقع الحياة، ويشاهد الناس آثارها كما حدث ذلك في تاريخ الصحابة الكرام الذين كانوا رعاة أمم فحولهم الله إلى رعاة أمم، كانوا رعاة غنم فحولهم إلى رعاة أمم سبحانه وتعالى بفضله وبنصره وبتأييده. ولقد وعد الله المؤمنين وعودا عظيمة، وربط تلك الوعود بالإيمان، ومعنى ذلك أننا إذا حققنا هذه الصفة، صفة الإيمان، وتمكنت من نفوسنا، تحقق لنا ما وعدنا الله به. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ادرسوا تاريخ الأمة، ادرسوا تاريخ الإسلام، تجدون النصر كان مع فيالق المؤمنين المجاهدين الصادقين، كان فتحا عظيما ونصرا عظيما، حتى وحدوا الأرض من أطراف الصين شرقا إلى أطراف فرنسا غربا في دولة واحدة وأمة واحدة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة، ثم تكفل الله بالدفاع عن المؤمنين، فقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف لو قال لك ملك من الملوك أو رئيس أو أمير من الأمراء: اذهب في هذه البلاد وافعل كيف شئت، فأنا الذي سأدافع عنك؟ إنك ستشعر بعزة، وكذلك المؤمن يشعر، المؤمن الصادق يشعر بتلك العزة، وتتحقق ذلك الأمر وذلك الدفاع الإلهي، وقد وقع في تاريخنا. ويتولى الله أمرنا كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ويمكن الله للمؤمنين كما قال تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وجعل الله الإيمان طريقا إلى الهداية وإلى الطريق المستقيم. الناس يتخبطون شرق غرب شمال جنوب اتجاه كذا اتجاه كذا، أين الحق؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولن يجعل الله للكافرين سبيلا على المؤمنين كما قال تعالى وعد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهي حياة في ظل رحمة الله جل وعلا، كلها وعود ستتحقق كما تحققت من قبل إذا حققنا هذا الإيمان ومكناه من نفوسنا. ولكن ما نشاهده اليوم يحتاج منا إلى أن نراجع حقائق الإيمان في نفوسنا. هذا بعض ما وعد الله المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يريدون تحولا منها. فخير الدنيا وخير الآخرة قد جمعه الله للمؤمنين. فحققوا الإيمان يا عباد الله، حققوا الإيمان أيها المسلمون ومكنوه من نفوسكم، ولا نكون كأولئك الأعراب الذين قال الله عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعض الأعراب انطبق عليهم هذا وقال الله فيهم هذا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان لا يدخل في القلوب إلا بالحجة إلا بالبرهان إلا بالعلم. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الإيمان ما هو وما حقيقته ومن أين نجده وكيف نحصل عليه؟ هل يباع في معلبات مثلا؟ هل في الأسواق بالكيلة أو يعطى بإبر؟ الإيمان يتكون من ثلاث حقائق: حقيقة في القلب وهي اليقين والاطمئنان، كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا اليقين لا يكون إلا بالعلم ولا يكون إلا بالحجة والبرهان. وقال تعالى عن قوم موسى بعد أن رأوا الآيات ورأوا المعجزات واستيقنوا أنها هي الحق ودخل اليقين إلى قلوبهم فاستكبروا وكذبوا وجحدوا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما بقي في قلوبهم ريب، ما بقي فيهم شك، ما بقي عندهم شبهة، يقين. حتى قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه لو كشف الحجاب ما زاد في إيمانه شيء. هذا هو الأمر الأول، أن يتحقق اليقين في القلب وأن يتمكن في النفس. وهذا هو موضوع حلقاتنا هذه، وهذا هو موضوع حلقاتنا هذه التي سنقدمها إن شاء الله. ما هي الأدلة وما هي البراهين التي توجد هذا اليقين وتوجد هذا الاطمئنان في القلب حتى نكون على يقين واطمئنان؟ والثاني أن ينفعل القلب بهذه الحقائق التي تمكنت في النفس ويستجيب لها، ثم ينطلق بها اللسان ويشهد كما قال تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، يشهد ويتكلم. وكما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الحقيقة الثانية التي تظهر على اللسان وهي الشهادة. وقد جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والثالثة العمل،
العمل بمقتضى هذا الذي استقر في القلب وظهر ونطق به اللسان. وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذاك الأمر الاعتقادي، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والجهاد عمل من الأعمال. وفي حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وغيرهما، عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الرسول: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. فهذه كما جاء في هذا الحديث المتفق عليه أنه من حقائق الإيمان. فالعمل إذن حقيقة من حقائق الإيمان. لكن العلماء قد اتفقوا، اتفاق جميع علماء المسلمين بكل فرقهم، أن اليقين الذي يكون في القلب هو الأساس لقبول ذلك الإيمان، وهو أساس الإيمان بأكمله. فإذا جئنا لنتفكر الآن في حالنا نحن المسلمين اليوم ونتساءل: ما هي حقيقة اليقين التي في قلوبنا؟ هل يقوم على علم؟ هل يقوم على بينة؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الذي يعلم بأن ما جاء من عند الله هو الحق مبصر، والذي لا يعلم جعله أعمى، والأعمى من طبيعته أن يقوده خصمه إلى حيث شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى الإيمان اليوم عند كثير من المسلمين يقوم على التقليد، إيمان جغرافي، إسلام جغرافي، يقوم على التقليد، التقليد للآباء والأمهات وللمجتمع وللناس. فلذلك هو إيمان لا يقوم على علم ولا يقوم على برهان. فنحتاج إلى أن يتمكن هذا الإيمان بالعلم والبرهان والدليل. وأما القول، ما هي أقوالنا؟ ما هي ثقافتنا؟ ما هي اهتماماتنا؟ ترى الاهتمامات كلها في الدنيا، دنيا دنيا، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، في الأعمال، في البيت، في كل مكان اهتمام وانشغال بهذه الدنيا. ولا نعرف حقيقة هذه الدنيا إلا إذا جاء الموت. إذا جاء الموت أخرجنا من غفلتنا، وانتبهنا واستيقظنا، وعلمنا أننا كنا نمر في دار ممر، وأننا كنا من المسافرين في تلك الدار. فالغفلة التي أحاطت، ما سببها؟ سببها كذلك ضعف الإيمان، الغفلة والإخلاد إلى الدنيا. أما العمل، أما العمل، أين هي أركان الإسلام؟ وكيف حقيقتها؟ الصلاة كيف حقيقتها في مجتمعاتنا اليوم؟ الزكاة، الصوم الحمد لله لا بأس به، الحج، الأخلاق الإسلامية، السلوك الإسلامي، مجموع هذه الثلاثة، اليقين الذي في القلب، والقول الذي في اللسان الذي يمثل الاهتمامات، والذي يمثل ماذا يسعى له الإنسان، والعمل المصدق للذي في القلب وللذي باللسان، مجموع هذه الثلاثة هي الإيمان. إننا بحاجة إلى أن نجدد إيماننا. سوف نموت وستنكشف حقيقة هذه الدنيا. تذكر الآن عمرك الذي مضى وانقضى، كل واحد منا يتذكر الآن في هذه اللحظة كل ما مضى من عمرك، ما قيمته؟ كأنه حلم. وكذلك الحياة الدنيا حقيقتها ستكون كذلك. عندما تأتي لحظة الموت ويغرغر أحدنا بالموت وينظر إلى الدنيا التي مرت، سيرى أنها لا شيء، وسيعرف أن الحقيقة الكبرى هي التي سيقدم عليها،
وما منا من أحد إلا وسيكون ذلك الحال له، سواء كان من الرؤساء أو الزعماء أو كبار القادة أو من عامة الناس أو من الأطباء الذين يعالجون الناس أو الأثرياء والأغنياء، كلنا سنموت وستنكشف لنا حقيقة هذه الدنيا، وعندئذ سنتمنى لو أننا أعددنا العدة واستعدينا لما بعد الموت. وأول استعداد لذلك هو بالإيمان الصحيح الذي يجعل أعمالنا مقبولة ويجعلنا من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عندما يرى هذه الحضارة وهذا البهرج والناس لا يهتمون بالدين وكذا ويكفيهم هذه الحضارة يكفيهم، ينخدع، ولكنه ينتبه عند الموت. في مرة أردت أن أكشف لأحد الأساتذة البروفيسورات الذين قابلتهم، أكشف لهم حقيقة هذا الأمر، وكان ذلك هو البروفيسور كريستوفر باليس من بريطانيا، وهو أحد العلماء الذين يمتحنون الأطباء الذين يريدون الفوز بدرجة الزمالة في الجمعية الملكية البريطانية الطبية. جلست معه فقلت له: هل خلقت العين لحكمة؟ قال: نعم. والأنف خلق لحكمة؟ قال: نعم. والفم واليد والقلب والرئة والكبد والأمعاء، وذكرت له أعضاء جسم الإنسان، فقال: أنت تكلمني عن علم كامل اسمه علم وظائف الأعضاء، لا يمكن أن يتخرج طبيب في أي كلية طب إلا إذا درس هذا العلم، علم وظائف الأعضاء. قلت له: شكرا. فهل أحكمت هذه الأجزاء يا بروفيسور من أجل نفسها أم من أجل الكل؟ فضحك البروفيسور وقال: أرأيت لو جئنا بالجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي وحده من دون الجسد أله قيمة؟ قلت له: لا. قال: كيف تقول أحكمت الأجزاء من أجل نفسها؟ ما أحكمت إلا من أجل الكل. قلت له: سألتك يا بروفيسور وقد أجبتني، شكرا. بقي عندي سؤال: هذا الكل ما الحكمة منه؟ لماذا خلق؟ فبهت ثم قال: هذه فلسفة، وعندهم الفلسفة يعني الشيء المحتمل صدق وكذب. قال: هذه فلسفة. قلت له: هذه هربة، أنت هربت الآن، قبل قليل كانت علم وظائف الأعضاء، علم، والآن لما جئنا إلى هذا الكل فررت، هربت، وأنا أعلم أنك كنت ستفر وتهرب، لأن الحكمة لا تعرف إلا بتعليم من الذي خلق هذا الإنسان، لأنها تختفي في نفس الخالق جل وعلا سبحانه. ولكن بقي عندي سؤال يا بروفيسور. قال: وما؟ قلت له: جزمتك، حقك الجزمة لها حكمة؟ قال: نعم. يا بروفيسور متأكد؟ قال: نعم متأكد. قلت له: قل لي إيش هي. فأخذ يعدد لي إيش الحكمة من الجزمة، وأنها تحمي رجله من الأشياء الحادة ومن الأشياء التي تصدمها ومن السوائل الضارة ومن تقلبات الجو ومن بعض ما قد يخترقها من دود لو كان حافيا. فقلت: متأكد؟ قال: متأكد. فقلت له: وأنت ما الحكمة من خلقك؟ فبهت مرة ثانية. قلت له: عجيب، والله إني لا أعجب من حضارتكم التي تقول لأبنائها: أنتم أحقر من نعالكم، فالجزمة لها حكمة، ولابسها لا حكمة منه ولا حكمة لوجوده. وتذكرت قول الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لقد أقام الله فينا هذه الأجهزة للعلم وخلقها لنا لكي نتعلم، لأنه يريدنا أن نتعلم، وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ ثم جعل لنا مصادر للعلم نأخذ منه، من هذه المصادر العلم المطلوب. فجعل أول مصدر لنا هذا الكون، كل ما يقع عليه البصر أدلة كما سنرى إن شاء الله في الحلقات القادمة. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا
فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالكون كله أدلة، وما عليك إلا أن تتوجه بأدوات العلم إلى هذا المصدر لتأخذ تلك المعلومات وليمتلئ قلبك باليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. المصدر الثاني بينات الرسل ومعجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. هذه البينات التي أيد الله بها رسله تدل على أنها من عند الله، فتدل على صدق الرسول، وتدل أيضا على أنها لا تكون إلا من عند الله، فتكون دليلا على الإيمان بالله كما هي دليل على الإيمان بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البينات عليها آمن الناس، عليها آمنت الأمم، عليها آمن الناس عندما عجزوا أن يأتوا بمثل تلك البينات والمعجزات. والله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وجعل الله لكل رسول بينة تناسب قومه. فسيدنا موسى بعثه الله في قوم يتقنون السحر، فجعل معجزته متناسبة مع قومه، حتى أنهم لما جاءهم بالعصا يرمي العصا فتتحول إلى حية تسعى، يضع يده في جيبه وتخرج بيضاء من غير مرض. فظنوا هذا سحر، فماذا قالوا؟ قالوا فلنأتينك بسحر مثله. ثم اجتمعوا، وما أن اجتمعوا وألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتحيلت إلى حيات، وخاف سيدنا موسى مما رأى، واسترهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. أمره الله أن يلقي ما بيمينه، فألقى عصاه سيدنا موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة أعلم الناس بالسحر، عرفوا أن هذه العصا ليست سحر، إنها تأكل ما فعلوا، وهذا ليس بسحر، هذا من عند الله. فألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون الذين جاءوا بهذه البينة التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله، وكانوا هم أول من آمن. وجعل الله معجزة سيدنا عيسى من جنس ما اشتهر به قومه، فقد اشتهروا بالطب، ولكن الطب لا يستطيع مهما تقدم أن يحيي الموتى، ولا يستطيع أن يعطي بصرا لمن لا بصر له، للأعمى، أو يعالج الأبرص. فلما جاءهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه البينات وبهذه الحجة الواضحة الجلية، استيقنوا أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله إلى الناس جميعا، إلى العرب في الربع الخالي في زمنه، وإلى الناس جميعا، إلى أهل أفريقيا وإلى أهل أوروبا وإلى أهل الصين وإلى أهل شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، إلى أهل الحضارة اليوم، إلى رواد الفضاء، إلى الذين يصنعون هذه المخترعات العجيبة، إلى أهل هذه الحضارة المعاصرة. فأعطاه الله بينة جعلها باقية بين أيدينا، إنها هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الكريم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إليه. فحفظه الله حتى وصلنا كما هو من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحفظه الله إلى ما شاء الله. ومعجزته فيه وحجته فيه، وأكبر معجزة في هذا القرآن هي العلم، العلم الذي في هذا القرآن، الذي يستطيع قادة الصناعات والاختراعات وراء المعامل والبحوث
سواء في أمريكا أو في روسيا أو في الصين أو في الهند أو في اليابان أو في غيرها، يستطيعون أن يتعرفوا على هذا العلم في الكتاب الكريم، وخاصة فيما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن، كما يستطيع أهل العلم في مجال علوم النفس وفي مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة والأخلاق والأديان والتاريخ أن يعرفوا أن العلم الذي في القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا قد وصلوا من العلم درجة يعرف بها تلك الحقائق. الأزمة الشديدة، إذا وجدت إنسانا في أزمة شديدة وفي ضائقة شديدة، وجدته ينسى كل شيء ويلجأ إلى الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه سبحانه وتعالى. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. للمسلم، هل تستطيع أن ترينا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، إن أكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم هي موجودة الآن بيننا، هي هذا القرآن العظيم، فيه المعجزة وفيه البينة وفيه الدليل، ويتلؤه شاهد منه، فهو الشاهد والمشهود عليه، وبينة محمد صلى الله عليه وسلم بين أيدينا التي تثبت هذا اليقين. ولا يتحقق اليقين إلا بانتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالشاهد ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي يذهب عنهم الريب. وسنعرض إن شاء الله لأهم الشبهات عند الكافرين في عصرنا والتي يروجونها، ونرد عليها بإذن الله جل وعلا حتى يتمكن اليقين ولا يبقى هناك شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.